تسمعني حمزة؟ نعم زميلي، في هذه الأثناء سيتم رفع قاطرات القطارين الذين اصطدموا هنا بمحطة بودوا، وفي هذه الأثناء وصلت الرافعة وسيتم رفع العربات كل واحدة على حدة ووضعها على السكة وسحبهم إلى المحطات القريبة من هذا المكان. وللتفصيل أكثر معي رئيسة مصلحة الزبائن للمديرية العامة للسكك، المديرية الجهوية للسكك الحديدية، سماح سارة، أهلا وسهلا. ربما أكثر معطيات حول رفع العربات. نعم، يتم بهذا الأثناء رفع القطار رقم 63، قطار الكهربائي، ووضع عربته على السكة الحديدية لسحبه وجره إلى المحطة المجاورة، محطة قرصو. وبعد ذلك يتم فصل القطارين عن بعضهما البعض، القطار الكهربائي والقطار رقم 19، وسحب القطار رقم 19 إلى محطة الرويبة. وبهذا يتم عودة حركة سير القطارات في قريب العاجل إن شاء الله. ربما كم تستغرق مدة رفع العربات أو سحب العربات؟ او بلو تار 24 او بلو تار، هذا يعني ان شاء الله ما على بالناش اكزاكتومون، ان شاء الله او بلو تار 24 يعاود تولي فوالا. وبهذا يعني بسبب هذا الحادث المديرية العامة لنقل بسكك الحديدية تقدم إعذارها لكل زبائنها الكرام. نعم، بارك الله فيك، شكرا على هذه التوضيحات. إذا زميلي رياض، في هذه الأثناء انطلقت بالفعل رفع أو وضع العربات على السكة وسحبهم إلى المحطات المجاورة، محطة رويبة ومحطة قورسو. في خصوص أو في موضوع آخر، فإن حسب المعلومات المتوفرة لقناة شرق اليوز وفي اتصالاتنا على أن كل الجرحى غادروا مستشفيات المدينة منذ صباح اليوم حسب اتصالنا مع السيد مدير الصحة لولاية بومرداس. أكيد سنوفيكم بكل ما هو جديد حول رفع العربات خلال مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. إليك الخط زميلي. شكرا جزيلا لك مفدى شروق نيوز إلى هناك حمزة بكيت، وتمعنا مباشرة من عين المكان. نبقى دائما مع الحوادث. توفي خمسة أفراد من عائلة واحدة من ليلة البارحة بحي بلكور بالعاصمة جراء اختناق بغاز المدينة. هذا وقد أفادت مصالح الحماية المدنية والأمن الوطني للشروق نيوز بأن العائلة متكونة من الأب، الأم وثلاثة أطفال كانوا قد تعرضوا لعملية اختناق بغاز المدينة البارحة، الأمر الذي أدى إلى وفاتهم مباشرة، إلى أن تم اكتشاف أمرهم من طرف الجيران الذين فتحوا الشقة. يشار إلى أن العائلة متكونة من الأب والأم.